السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الحلوين، أهلا وسهلا بكم في درس جديد بعنوان القسمة ومعنى عملية القسمة. يعني إيه قسمة؟ هنتعرف يا أصدقائي من الشكل اللي قدامنا ده يعني إيه عملية القسمة. يبين الشكل المقابل ست كرات بعضها حمراء والبعض الآخر زرقاء. أخذ سمير الكرات الحمراء. سمير خد الكرات الحمراء، وأخذ هاني الكرات الزرقاء. هاني كمان خد الكرات الزرقاء. كده احنا قسمنا الست كرات دول على الاتنين، يبقى كل واحد خد كام؟ خد تلاتة. سمير خد تلات كور حمراء، وهاني خد تلات كور حمراء زرقاء. يبقى أصبح إن الاتنين في تلاتة بستة، يبقى كل واحد من الاتنين دول خد إيه؟ تلات كرات. دي معنى القسمة ببساطة. طب تعالوا نشوف مثال كمان يبين الشكل الآتي: حوضا للأسماك به 18 سمكة، يراد تقسيمها بين سحر وبسمة، فإذا أخذت سحر الأسماك الحمراء، وأخذت بسمة الأسماك الزرقاء، يبقى كل واحد هياخد كام؟ دلوقتي معانا مجموعتين من السمك، فيهم كام؟ مجموع المجموعتين دول كام؟ 18 سمك، يراد تقسيمهم بين سحر وبسمة، فإذا أخذت سحر الأسماك الحمراء، يبقى سحر هتاخد كام سمكة؟ يبقى نقول كده عدد الأسماك الحمراء وعدد الأسماك الزرقاء. عدد الأسماك الحمراء هيساوي كام؟ 9. وعدد الأسماك الزرقاء هيساوي كام؟ 9. يبقى 9 في 2 هيساوي كام؟ 18. مما سبق نجد أن الأسماك قسمت بالتساوي بين سحر وبسمة، إذن 18 هي مجموعها كام؟ الاتنين في 9 ب18. شكرا ليكم أصدقائي الحلوين، وبكده ينتهي درس النهاردة، واستنوني الحلقة اللي جاية ودرس جديد ومعلومة جديدة ونفهم نتعلم ببساطة.